مرحبا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك يا سيدي. قدميني بالصدق وكيدير العلاقة مع بعض. الاسم ديالي نوران، الاسم ديالي نوراني عبد الصادق. شعب الصادق. صانع تقليدي. والله نكتب عليك انا ما نلقى لا خوت ولا عائلة. والله. واه بزاف الحاجات، واه شي كنفكروا والله إذا كان بكي لا لحقاش لقيتو ولينا عايشين في واحد المطار، واحد العذاب لا في برا ولا مع الخوت. هذه هي المشكل. دابا انا اصلا عندي قار بعدا على برا، وكنتعرض بعض المرات شي اشخاص على برا غرباء. يعني كاين مشاكل خارجيه؟ كاين مشاكل خارجيه، عندي مشاكل داخليه. دابا كاين ناس كاع، كاين خوت، وانا صانع تقليدي وتعلمت مهنه قديم، وانا سولنا على العود اللي كانوا قديم في مدينه الدار البيضاء، وهذا الشيء راه من سنه 1972، وتعلمت الصنعه وقلت بدا خدام، راه نجيب معايا تندي معايا الخوت، وكنجيب الخوت ونديهم معايا فين ما مشيت، اي بلاصه كنديهم معايا، وعلمتهم الصنعه وخدموا وداك الشيء، وتنتعرف مع الناس. وملي تعرفت مع الناس تعرفت على الناس كبار وداك الشيء، خلينا واحد المحل مع شي ناس عطاو لينا، وليت دابا كنمشي ونجي وجانا كندي على برا، ونجيب الخدمه من هنا ونجيب الخدمه من هنا. ضربت طبيعة الحال لان علمتهم. وفي الاخر دابا وصلنا لدرجه شي كيجي يمشي انا كنبيع هنايا الى درجه اللي كيتسمع في المحل، وليت ما تلقاش منين ندخل، وليت ما تلقاش فين نخدم، ولا كيجي شي حد يسول عليا كيقول لي الله ما بقاش هنا. حتى الكليان كيطردوهم، كاين اللي تيقول لي راه في السبيطار، كيقول لي لا راه حماق، كاين اللي كل واحد اش كيقولوا لي له. هذا الشيء اللي بغيت، وهذا الشيء كما كنقول لك راه على برا ولا الداخل. اذا انت هما بان لي بانهم مدفوعين شي جهه اللي كتدفعهم، يعني ملي يولي خوك يدير لك هكا الشعب. ايوا اذا هنا تتفقد الثقه، وهذا الشيء دابا تيبان اللي كيديم الخوت. صافي راه هذه هي المشكله، ملي كتجي العائله والخوت هنا صافي كتفقد الامل ديال الناس اللي كنشوفهم. بزاف اللي كنشوفهم في هذا الطريق تيديروا شي حاجه ماشي هي هذيك، اذا هادو اللي كيديروا هاد الاعمال ماشي هي هذيك، كتعرفوا بان عندهم شي ضغوطات من الخلف ديالهم. عدد اللي كتشوف متسرب، ولا بان لك شي واحد متسرب، او بان لك شي واحد هنا وتيبان لك باقي بعقله، ودوي معاه وتلقاش عنده. راه عندي دابا القهر والقمع من جميع الجهات، وما لقاش كيفاش يدير، لا هنا لا هنا، ولا حتى واحد ما كيسمع ليه. يعني ملي يقولوا الكليان ما تجيبش عنده، اذا كان عنده الكلمه بزاف حاجات بحال هكا كاين. لا بطبيعه الحال لا كاين شي واحد يسول عليك، لا راه ما كاينش، لا ما بقاش هنا، راه سطا، لا راه في السبيطار. ايوا ايوا راه هنا فاش نقول لك هنا فين هذا الشيء دابا اللي موراه تيكون موراه وحدين اخرين اللي تيبغيو الفتان وتيبغيو البلبله ما بين الاسر والعائلات. انا واخا كنشوف داك الشيء كنعرف فين كاين اللي موراه هذا الشيء، وهاد الناس حاولوا تيديروا فتان ما بين المغاربه، والمغاربه كانوا اصدقاء، والمغاربه كانوا خوت، والمغاربه غير الجار. الجار هو الاخر، كان تمشي من الجار حتى الجار ويعرض عليه ويكون معاه بحال بحال. كان كما كنقولوا المراه كتخرج الخبز الباب، اللي داز كيديه الفران، حتى الناس خوت. ولا كان شي حفل بينات الناس، والناس كلهم كيجي شي عند شي وشي مع شي، كانوا خوت واحده. حتى دابا ولينا الحرب والنزاعات، هذا دابا ولات حرب والنزاعات، سواء بين الخوت سواء بين الاصدقاء، سواء دابا ولا حرب ونزاع. يعني ما بقات الخاوه بعض؟ لا ما بقات لا خاوه لا بطبيعه الحال. ويتنمروا عليك، ولا كيتنمروا عليك بحال هكا ولا شي طريقه ولا شي طريفه، ويتنمروا عليك. بقات لا خاوه ولا والو، صافي هادو فقدوها قبل الدنيا، في الدنيا في الدار. هادو في الدنيا ما خلاوش الثقه كاع. ما لحقاش دابا الانسان اللي مشى حتى تجرح، تجرح ما تيمكنش الانسان اللي مشى حتى تجرح داخليا، صعيبه حقيقه. جرحتي من الداخل بطبيعه الحال، كيفاش غادي ترجع؟
كلشي الخوت كيتنمروا عليك. واه كلشي بطبيعه الحال لان هادشي صعيب كيعلم ببعض. ايوا بطبيعه الحال لان هادشي كيعلم. اش غتقول البراني؟ البراني حداك تحاربوا معاه ماشي مشكل. ولي كمك بطبيعه الحال انا براني لعبت عايرو ديالك شي حاجه هذيك شي حاجه تقول غير براني، ولكن اللي كتكون مساله داخليه وعائليه كتكون واحد المشكله اللي صعيبه، ولا تزيد ترد انت معاهم هكاك ستولي كتردي دوك الاعداء، كتولي بحالهم حتى انت كتولي اعداء اللي تيكحاربوا لك العائله. اللهم امين. انا زوج تحياتي يا ودي والله. وبعد الصالح الله يدير لك تاويل ديال الخير. اللهم امين.